لا الرابطه دي هتاخد وقت كتير، فخلينا اخلص الرابطه دي واظبطها كده، اشوف المقطع على اليوتيوب ازاي بتتعمل، وانتوا شاهدوا الفيديو من اول ثانيه لاخر ثانيه، مهم جدا لكل القنوات، وانا هاجي لكم في نهايه الفيديو ان شاء الله. يلا بينا. السلام عليكم، ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ مبدئيا كده حابب اشكر الباشمهندس مهنا سليمان صاحب قناه العلم والتكنولوجيا على اتاحه الفرصه ان انا اكون موجود مع حضراتكم في الفيديو ده، وبشكر كل زملائي المشاركين في الفيديو. من ضمن عوامل النجاح على اليوتيوب انك تنتشر على كل السوشيال ميديا. الفيسبوك يا جماعه فيه اكتر من 3 مليار مستخدم نشط شهريا، الانستجرام 1.4 مليار نشط شهريا. انت ليه ما تستغلش الارقام الخزعبليه دي في انك تروج لقناتك بشكل غير مباشر؟ في ناس بدات على التيك توك، بدات على الانستجرام، بدات على الفيسبوك، وبعد كده بداوا يروحوا على اليوتيوب لما حساباتهم كبرت. فانت بالفعل موجود على اليوتيوب، انت بس ناقصك ان انت تنتشر على المنصات دي بغرض الترويج لقناتك، ولكن بشكل لطيف. يعني مش كل فيديو تقول لهم هجوم على اليوتيوب، هجوم على قناتي، انا مظلوم على اليوتيوب. لا، اعمل الموضوع ده بشكل الطف من كده، اعمل فيديوهات ليها علاقة بمحتوى قناتك. انت لما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي دي وحساباتك تكبر، الناس لوحدها هتدور على قناتك على اليوتيوب، وانت برضو قول لهم بس بشكل لطيف زي ما اتفقنا. بتمنى التوفيق والخير لكل الناس. اليوتيوب منصة ممتازة جدا، ولكن عايزة صبر وطولة بال، انتظام وصبر وطولة بال وانتشار، وانك تقدم محتوى ذو قيمة. حتى لو محتوى ترفيهي لازم يبقى محتوى غير مبتذل، محتوى يكون متقدم بشكل شيق، بشكل جذاب، بشكل مختلف عن الآخرين. كان معكم أيمن صفوت صاحب قناة علامة استفهام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا في البداية حابب أشكر باشمهندس مهني سليمان على استضافته الكريمة، تحياتي لي وتحياتي لكل متابعي قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب. يمكن باشمهندس مهني لما كلمني وسألني لو في نصيحة حابب توجهها لي المبتدئين على اليوتيوب، أو الناس اللي حابة تدخل مجال اليوتيوب، أو حتى الناس اللي شغالة على اليوتيوب بشكل عام، يا ترى إيه هي النصيحة دي؟ مباشرة افتكرت بداياتي على اليوتيوب، وأول ما فتحت القناة كان أكتر مشكلة بتأثر فيا وأخرتني كتير جدا هي مشكلة التعليقات السلبية والنظرات السلبية. طبعا كلنا لازم نعرف طالما دخلنا مجال السوشيال ميديا بشكل عام، سواء على اليوتيوب أو أي منصة تانية، في ناس كتير هتتابعك، في ناس هتحبك لله في لله من غير أي حاجة، وفي ناس تانية برضو هتكرهك لله في لله من غير أي حاجة، لأن بكل بساطة الناس ما اتفقتش على ربنا سبحانه وتعالى. فبالتالي ما تطلبش ان كل الناس تتفق عليك، سواء ان هي تحبك او حتى تكرهك. وزي ما قلت لكم اول ما فتحت القناة لو كان جالي 1000 تعليق ايجابي وجالي تعليق واحد بس سلبي، التعليق السلبي ده كان بيأثر على نفسيتي جدا جدا، وكان بيخليني ما اعملش فيديوهات، وزي ما قلت لكم ده اللي اخرني كتير في بداية القناة. ولكن مع الوقت بدأت اتأقلم مع التعليقات دي، وبدأت اتعامل معاها بطريقة تفيد القناة بتاعتي مش تضرها. ازاي؟ لازم نعرف يا جماعة ان مش كل التعليقات السلبية اللي هتيجي على القناة بتاعتك هي تعليقات سلبية بدون اي سبب، ولكن هتلاقي في تعليقات كتير عبارة عن نقد بناء. يعني واحد داخل بيطلب منك انك تحسن حاجة معينة في القناة، مش عاجبه مثلا الصوت، مش عاجبه التصوير، مش عاجبه الاضاءة، مش عاجبه المحتوى. كل دي امور طبيعية جدا، لازم ان انا اتقبلها، ولازم ان انا اتعامل معاه. ولو لقيت ان حد فعلا بيكتب لي تعليق هدفه مصلحتي، او انه شايف حاجة سلبية في القناة محتاجة تتعدل، لازم ان انا اهتم بالتعليق ده اكتر من التعليق الايجابي. يعني اللي هيدخل يكتب لك جزاك الله كل خير او شكرا او الكلام ده كله على راسي من فوق، بس لما تلاقي شخص تاني بيقول لك انت عندك مشكلة 1 2 3 المفروض انك تصلحها، تزعلش من النوعية دي من التعليقات، بالعكس دي في مصلحتك وفي مصلحة القناة بتاعتك. اما بقى النوعية التانية من التعليقات اللي بيكون صاحبها داخل لمجرد ان هو عايز يشتم فيك وخلاص، او عايز ينتقدك وخلاص، فالنوعية دي من الناس برضو ما تشغلش بالك بيهم، وكل بساطة بكل بساطة اعمل له اخفاء من قناتك، لان الشخص ده هيحطمك وهيكسر معنوياتك وهيأثر على نفسيتك. فبالتالي زي ما بنقول قلته احسن. والنصيحة التانية وهي حابب اوجهها للناس اللي بتكتب النوعية دي من التعليقات، راعي ربنا في كل تعليق بتكتبه، وخليك فاكر دايما قول ربنا سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الكلمة اللي انت بتكتبها محسوبة ليك أو محسوبة عليك. أولا بشكر جدا قناة العلم والتكنولوجيا إنه أتاح لي فرصة مهمة زي الفرصة دي علشان أتكلم مع حضراتكم عن سبب مهم جدا قد يؤدي وأدى بالفعل إلى فشل مجموعة كبيرة جدا من منشئين المحتوى، وخصوصا في البداية. منشئ المحتوى
أول ما بيبدأ على اليوتيوب أول حاجة بيفكر فيها تحقيق الشروط، مهما كانت الطريقة هو ملوش أي علاقة، هو بس عايز يحقق الشروط، بيتجه لتبادل أو بيتجه لشراء والتفعيل بفلوس. عايز أقول لحضرتك إن هنا في كارثة حضرتك مشيت فيها، الكارثة دي هي اللي خلت حضرتك في المنطقة اللي انت فيها، لاني بشوف منشئين محتوى كتير جدا محتواهم روعة ولكن اشتروا وادى بالفعل ان قناته تكون متدهورة مش ظاهرة، لانه اشترى مفيش عنده مشترك، كل المشتركين اللي عنده مشتركين وهميين، المشترك الحقيقي مش موجود. علشان كده نصيحتي اهتم دايما باول 100 مشترك واول 1000 مشترك، لو كانوا مشتركين حقيقيين خاصين بمحتواك صدقني الدنيا معاك هتبقى زي الفل، خصوصا لما يجي اشعار هيدخل باقتناع لانه اشترك في قناتك باقتناع، لما يجي لك فيديو قدامه او يظهر فيديو ليك قدامه هيضغط ويتفرج مقتنع بيك بيحبك. لكن المشترك الوهمي لما يجي له اشعار هو اصلا مش موجود ده وهمي، وهكذا المشترك المتبادل، الشخص ده مش هيدخل عندك هيبوظ لك بنسبة 95% متوسط مدة المشاهدة. وكمان لازم تكون عارف التعليقات الاسبام اللي بدأت تنتشر. ايوه ما انت تروح قناة المتوحد فكرة اول ربنا اتصلى على النبي ثبتني، طب ثبتك ماذا بعد؟ ما انت محتواك مش حلو. فعلشان كده بقول لحضرتك حاول تركز على محتواك، نصيحتي ليك انك تفكر ازاي تتطور يوميا، نصيحتي ليك انك تنسى اي مشترك، المشترك ده الوهمي ده اللي مش متفاعل عندك ده مصيبة على قناتك، لما يختفي من قناتك افرح وزغرط والله العظيم افرح، صدقني يغور المشترك الوهمي ويفضل معاك المشترك الحقيقي المتفاعل اللي بيحبك، ده افضل حاجة من وجهة نظري كمتوحد فكرة. ثانيا بشكر جميع القنوات التعليمية المشاركة في الحلقة دي، واخيرا كان معاك يوسف الباز، شكرا للجميع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا بشكر قناه العلم والتكنولوجيا بقياده المهندس مهني سليمان لاستضافتي في المقطع الصغير ده، وبشكرهم جدا على المحتوى الرائع اللي بيقدموه، وان شاء الله باذن الله تستفيد من المقطع ده. لو اول مره تشوفني انا احمد ممدوح مهندس وصانع محتوى، وخليني اقول لك على بعض النصايح اللي انا اكتسبتها بخبرتي في صناعه المحتوى على اليوتيوب. في الحقيقه في نصايح كتيره ممكن نقدمها لصناع المحتوى على اليوتيوب وخصوصا للمبتدئين، لكن انا اخترت لك اهم 3 نصايح ان شاء الله باذن الله هيفيدوك، وحاسب لك هديه في اخر المقطع ده عشان تقدر تبدأ بداية صحيحة على اليوتيوب بإذن الله. أول نصيحة عايز أقولها لك، لو سألتني إيه أفضل حاجة عملتها في حياتك هقول لك إن أنا بدأت على اليوتيوب، ولو سألتني إيه أسوأ فيديو أنت عملته في حياتك هقول لك أول فيديو عملته على اليوتيوب، وده طبيعي جدا لأن أنت في البداية بتكون لسه مش عارف المنصة، مش عارف تصنع محتوى إزاي، ما عندكش أدوات، فأنت مش محتاج تعرف كل شيء عشان تبدأ. ابدأ واضحك على أول فيديو بتعمله وإن شاء الله بإذن الله هتحقق كل اللي أنت عايزه على اليوتيوب وأكتر كمان. بصراحة أكتر حاجة خلتني أكمل على اليوتيوب لما بدأت، وطبعا كان الموضوع صعب في البداية، ان انا عندي هدف معين عايز اشارك اللي انا اتعلمته في حياتي مع الناس عشان ان شاء الله يكون صدقة جارية بالنسبة لي بعد وفاتي. وطبعا انا مش هدعي ان انا انسان مثالي وان انا ما بدورش على الارباح، كلنا عايزين نحسن دخلنا وبندور على الارباح، لكن انا غيرت طريقة تفكيري لهدف اسمى من موضوع الارباح، عشان لو كنت بفكر فقط في الارباح كان زماني سبت اليوتيوب من زمان. الخلاصة في النصيحة دي عشان هي مهمة جدا، ابدأ على اليوتيوب حالا باي امكانيات موجودة معاك، وابدأ حسن مع الوقت، خلي هدفك واضح على اليوتيوب. لو انت داخل عشان تساعد الناس هيكون افضل هدف ليك، وان شاء الله باذن الله الارباح هتيجي بعد كده من اليوتيوب ومن مصادر تانية جنب اليوتيوب زي ما حصل معايا بالظبط. النصيحه التانية اللي عايز اقول لك عليها واللي مكمله للنصيحه الاولانيه، ان انت محتاج تشتغل على 3 حاجات على اليوتيوب عشان ان شاء الله تجيب اكبر عدد من المشاهدات والمشتركين في اقصر وقت ممكن. اول حاجه تشتغل على الصوره المصغره والعنوان، تشتغل عليهم كويس جدا وتتعلمهم صح، ويكون نسبه النقر للظهور عندك اكتر من 4%. تاني حاجه اللي هي ريتينشن تايم، اللي هو وقت الاحتفاظ بالجمهور. لما بتعمل فيديو 10 دقايق الناس بتشوف منه قد ايه؟ 2 3 5 دقايق. لو 5 دقايق يبقى نسبه ريتينشن تايم 50%. كل ما الرقم ده عالي كل ما الفيديو بتاعك انتشر اكتر، وكل ما عدد المشتركين والمشاهدات بتزيد على الفيديو بتاعك، وبالتالي لو حققت الرقم ده في كل فيديوهاتك هيفرق معاك كتير جدا. ثالث حاجه مده مشاهده الفيديو. طبعا مده مشاهده الفيديو بتعتمد على طول الفيديو نفسه، مش شرط ابدا ان انت تعمل فيديوهات طويله، لكن لو قدرت تعمل فيديوهات طويله والناس تقعد عليها وقت طويل ده بيفرق جدا، وبيخلي اليوتيوب يقترح الفيديوهات دي لناس مهتمه بنفس المنطقة.
الموضوع. ممكن تشوف ان الموضوع صعب ومعقد، لكن الموضوع مش كده خالص. الخلاصة في الموضوع ده، لو انت عملت فعلا فيديو بيفيد المشاهد وكان غرضك في كل فيديوهاتك ان انت تفيد المشاهد، فانت وقت الاحتفاظ بالجمهور هيكون عالي بغض النظر عن المونتاج والتصوير واي حاجة تانية. مش معنى ذلك ان انت ما تهتمش بيهم، لكن المحتوى يعتبر هو اهم شيء في الفيديوهات بتاعتك. اهتم بالمحتوى على قد ما تقدر عشان تفيد المشاهد وهتحصل على النتائج اللي انت عايزها باذن الله. ممكن تقولي ان اليوتيوب عبارة عن حظ او هو منصة المحتوى التافه. انا معاك ان اليوتيوب بينجح المحتويات التافهة، لكن هو ما بيقصدش يعمل ده. المحتويات التافهة حققت الثلاث حاجات اللي انا قلت لك عليهم، فانت حققهم بمحتوى هادف عشان ان شاء الله باذن الله تفتخر باللي انت بتعمله. النصيحة الثالثة، ومعلش طولت عليكم، فكر في اليوتيوب بعقلية البيزنس. عمرنا ما سمعنا عن بيزنس بيجيب لك ارباح من اول يوم. لازم تبني البيزنس ده وتبني الاساس بتاعه، وبعد كده يبدا ان شاء الله يجي الارباح. وعشان تبني البيزنس ده لازم تبذل وقت ومجهود وتقدم محتوى بافضل جودة ممكنة ويكون مفيد جدا للمشاهد، وتنتشر في السوشيال ميديا في كل مكان على قد ما تقدر. ممكن تشوف ان الكلام ده صعب في البداية، لكن مع الوقت هتلاقي ان انت بتقدر تعمل الحاجات دي بشكل اسرع، لان العمليات كلها متكررة والطريقة ثابتة. اخر دراسة من شركة هاب سبوت، تعتبر شركة رائدة في عالم الديجيتال ماركتينج، بتقول ان المستقبل في الخمس سنين الجاية للفيديوهات القصيرة. مش شرط شورتس بتاعت اليوتيوب بس، الفيديوهات القصيرة اللي هي دقيقة والريلز تعتبر هي المستقبل، فحاول تهتم بيها جدا وتحاول تنشر الفيديوهات بتاعتك على قد ما تقدر في كل وسائل التواصل الاجتماعي عشان ان شاء الله توصل لافضل نتيجة انت عايزها في خلال سنة 2023. هديتي لقناة العلم والتكنولوجيا كتاب اسرار سي اليوتيوب، هسيب الرابط بتاعه ان شاء الله في صندوق الوصف. هتلاقي فيه كل شيء انت محتاجه عشان تبدا على اليوتيوب من اول الفكرة لحد ان شاء الله ما تحقق الارباح. شكرا جدا لقناة العلم والتكنولوجيا، اشوفكم على خير ان شاء الله. كان معاكم احمد مندوح، سلام عليكم. السلام عليكم. طبعا في البداية بحب أشكر جدا البشمهندس مهني سليمان على الدعوة الجميلة دي، وطبعا تحية طيبة لكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا وكل الناس اللي بتتفرج على الفيديو ده، وتحية للزملاء اللي طالعين معنا في نفس الفيديو. البشمهندس مهني لما كلمني قال لي محتاجين نصيحة للناس اللي بتبدأ على يوتيوب أو بتبدأ على السوشيال ميديا، او ايه الحاجة مثلا اللي اثرت معاك او ضرتك او فادتك في القناة بتاعتك او في مشوارك على السوشيال ميديا. طبعا اكتر حاجة اثرت على قناتي هي الاستمرارية في تنزيل الفيديوهات. الموضوع ده يا جماعة يعتبر اكتر حاجة انا وقعت فيها غلط في القناة بتاعتي. ليه؟ الاستمرارية من اهم عوامل النجاح في السوشيال ميديا في العموم، مش على اليوتيوب بس. يعني الانتظام في تنزيل الفيديوهات، اللي انا كل اسبوع بنزل عدد معين من الفيديوهات بانتظام، احسن بكتير من اللي انا اجي في وقت من الاوقات انزل كل يوم فيديوهين وثلاثة واربعة، او بنزل في اسبوع 10 فيديوهات واجي في اسبوع تاني منزلش الا فيديو او اتنين او ما نزلش خالص. وللاسف دي من اكبر الغلطات اللي انا وقعت فيها في يوم من الايام في القناه، بعد ما القناه كانت ماشيه بانتظام جدا وفيها نمو رهيب جدا. جيت في فتره من الفترات توقفت بسبب اللي انا كان عنده ظروف، فطبعا القناه وقعت جدا اكنها بدات من جديد في وقت من الاوقات. وبقالي اكتر من سنتين بحاول اللي انا اقومها تاني. الحمد لله يعني انا قناتي كويسه، لكن كان ممكن اكون افضل لو انا كنت عامل حساب الظروف. عشان كده عشان ما اطولش عليكم، نصيحه، لازم يكون في استمرارية في تنزيل الفيديوهات، لازم نكون عاملين حساب الظروف. يعني لازم يكون عندك عدد من الفيديوهات ده غير مدرج مثلا، او حطه عندك عشان لو عندك ظروف ترفع منه. بالنسبة لعدد الفيديوهات اللي هو الامثل في الاسبوع، عشان في ناس كتيرة بتسأل في الموضوع ده، لا مفيش عدد معين، العدد المعين هو اللي انت تقدر تنتظم عليه بس. شكرا مرة تانية للبشمهندس مهني، وتحية لكل المتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أحب أشكر باشمهندس مهنة سليمان على دعوته الجميلة دي لأن أكون موجود في فيديو على قناته العلم والتكنولوجيا ضمن مجموعة كبيرة من أساتذة المحترمين اللي أكيد حضراتكم هتستفيدوا منهم. أتمنى تكون النصيحة اللي أقولها لحضراتكم النهاردة مفيدة بالنسبة لكم، وإن شاء الله ما يكونش آخر لقاء بيننا. في حاجتين مهمين جدا في قناتك لازم تفكر فيهم كويس وأنت بتبدأ على اليوتيوب وأنت لسه بتعمل القناة، وهم اسم القناة ومحتوى القناة. الحاجتين دول لازم تفكر فيهم كويس، وما ينفعش إنك تفضل تغير فيهم بشكل مستمر. يعني كمثال، في ناس بتيجي تبدأ على اليوتيوب بتشوف فيه محتوى ناجح في اليوتيوب في أحد القنوات، فيبدأ يعمل محتوى زيه ويلاقي إن مفيش نجاح ومفيش مردود من اللي هو منزله أو من المحتوى اللي هو عمله، فيبدأ يخش في محتوى تاني، يجرب فيديو اتنين تلاتة، يفضل يغير في محتوى القناة مرة واتنين وتلاتة وعشرة، وهو فاكر كده إنه بيدور على المحتوى اللي ينجحه. ولكن تغيير المحتوى الكتير ده بيأثر على القناة، بيأثر عليها في محرك البحث، بيأثر عليها في اقتراحات اليوتيوب، وأهم شيء بيأثر على رأي المشتركين والمتابعين عندك. فب
فبالتالي هتلاقي المشتركين اللي عندك بدأوا ينسحبوا من القناة ويلغوا اشتراكهم، لأنهم مش عارفين أنت بتقدم أي محتوى. أنت كل يوم بمحتوى شكل، كل شوية بتغير المحتوى. كذلك خوارزميات اليوتيوب مش هتعرف تصنف القناة بتاعتك. القناة بتاعتك بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن الطبخ ولا بتتكلم عن الرياضة ولا بتتكلم عن الأخبار؟ أنت مش محدد المحتوى بتاعك. فمهم جدا وانت بتبدأ على اليوتيوب تحدد المحتوى اللي انت هتبدأ فيه وتستمر فيه. وعشان كده لما تيجي تختار المحتوى، اختار محتوى انت بتعرف تقدمه، عندك خبرة ولو بسيطة فيه، بالاستمرار خبرتك هتكبر. ولكن اهم حاجة لما تيجي تبدأ تختار محتوى انت بتعرف تعمله. طبعا انت ممكن تسأل دلوقتي، طيب ليه احنا بنشوف قنوات كبيرة بتنزل محتويات مختلفة وعليها مشاهدات كويسة، كل فيديو بينزل عليه مشاهدات كويسة، زي مثلا قناة هل تعلم. انا لما اجي انزل محتوى مختلف او اغير في المحتوى بتاعي وانا لسه ببدأ على اليوتيوب وانا لسه عدد المشتركين عندي صغير، ما عنديش المتابعين اللي واثقين فيا واللي انا اديت لهم ثقة من خلال المحتوى اللي انا بقدمه، هيبدأوا ينسحبوا من القناة. لكن لما تبقى قناة كبيرة وعندك مشتركين كتير وعندك متابعين بيثقوا فيك ويثقوا في شخصك وتعلقوا بالمحتوى اللي انت بتقدمه وتعلقوا بيك انت شخصيا، وبدأت تنزل محتوى قريب نوعا ما من المحتوى الاساسي، هنا هتلاقي متابعة، انهم واثقين انك بتقدم محتوى قيم. انا اسف لو كنت طولت عليكم، خلينا نخش في الموضوع التاني وهو اسم القناة. اسم القناة لما بنيجي نختاره، برضو في ناس بتشوف اسم القناة ناجح يبدأ يعمل اسم قريب منه وهو فاكر ان هو كده هينجح زيه او الناس هتدخل عنده عشان اسم القناة قريب من اسم القناة اللي ناجحة. ولكن هو كده بالبلدي زي ما بنقول هو بيدفن نفسه، لان القناة بتاعته عمرها ما هتظهر بالاسم بتاعه جنب القناة الكبيرة. تخيل كده مثلا في قرش في البحر وفي سمكة صغيرة، القرش ده بقاله فترة في البحر وكبر وبقى حجمه كبير. لما انت تبقى سمكة صغيرة، هل لو عمت جنب القرش ده حد هيشوفك؟ لا، محدش هيشوفك. فما تربطش نفسك بقناة كبيرة او باسم قناة كبيرة وانت متخيل انك هتظهر مع القناة دي. لازم تختار اسم قناة مميز تقدر تظهر بيه في محركات البحث، سهل الحفظ على المتابعين. كمان ما تفضلش تغير في اسم القناة كتير، لان خوارزميات اليوتيوب بتبدأ تحط اسم القناة بتاعتك في محركات البحث في وضع معين او في ترتيب معين. فلما تغير هوية القناة اللي هو عنوان القناة او اسم القناة، هنا المشتركين هيتشتتوا، هي دي قناة ابو ملك ولا مش هي؟ هو كل شويه غير اسم القناه، هي اتسرقت ولا هتبدا تشتت الجمهور، مش هيبقوا عارفين يوصلوا لك ازاي. ختاما عشان ما اطولش عليكم، انا اسف لو كنت طولت، يعني اهم حاجه لما تيجي تبدا على اليوتيوب وتاخد قرار انشاء قناه، ابدا في محتوى واحد وعنوان ثابت وان شاء الله، او في اسم قناه ثابت وان شاء الله النجاح هيكون من نصيبك. بشكر مره ثانيه باشمهندس مهنا سليمان، واسف لو كنت طولت على حضراتكم، وتحياتي لكل الاصدقاء اللي موجودين في الفيديو. انا اسمي نهى الخالد، صاحبه قناه بكره هبقى مليونير. اولا عايزه اشكر استاذ مهنا سليمان صاحب قناه العلم والتكنولوجيا على ان هو دعاني واستضافني عنده في القناة، عشان الفيديو الجميل جدا اللي هو عامله واللي جامع فيه افضل واحسن منشئ المحتوى اللي بيقدمه شروحات لليوتيوبر والقنوات الجديدة اللي عايزة تشتغل على اليوتيوب وتقدم محتوى على اليوتيوب. النهاردة عايزة اقول لكم نصيحة انا قعدت افكر فيها كتير جدا، قعدت افكر ايه اكتر نصيحة اقدر اقدمها ليكم، واللي بجد بجد طالعة من قلبي واللي شايفاها اهم نصيحة في وجهة نظري بصراحة، الا وهي اللي انا ماسكاها دي اسمها الاجندة بتاعتي، اجندة العزيزة الغالية. الاجندة دي انا بعمل فيها حاجة مهمة جدا جدا، زي ما انتوا شايفين كده الاجندة دي انا كاتبة فيها سكريبت، كاتبة سكريبت الكلام اللي انا هقوله دلوقتي في الفيديو. وده طبعا ما جاش من فراغ، يعني انا اول ما بدأت انشئ المحتوى على اليوتيوب كنت بطلع اتكلم كده بشكل عشوائي، انا مش مرتبها اقول ايه، مش قايلة انا هعمل ايه، مش مجهزة اصلا انا هعمل ايه، وكل ده كان بيفشل القناة، بيوقع القناة، مش منظمة الطريق اللي انا ماشية فيه. عايز اقول لكم نصيحة مهمة جدا جدا، واكتر واحسن نصيحة اقدر اقولها لكم بجد، هي انكم تتعلموا ازاي تنشئوا المحتوى، تتعلموا ازاي تطوروا نفسكم، تتعلموا ازاي تطوروا من طريقة تفكيركم. خليكم مثلا بدل في اول ما كنتوا منشئين محتوى في الاول كان تفكيركم محدود، مش عارفين ازاي تمسكوا الكاميرا تصوروا، حتى الموبايل مش عارفين ازاي تصوروا منه كويس، مش عارفين ازاي تعملوا مونتاج كويس، مش عارفين تطوروا نفسكم حسب العصر اللي احنا فيه. يعني كتير قوي بشوف ناس بتمنتج الفيديوهات بتاعتها وبتصور الفيديوهات بتاعتها بس كأن طالع شكله كأنه لسه من ايام مثلا 2015 او 2010. طريقتهم في تقديم محتوى بتدل ان هم مش مخططين ابدا للفيديو، مش منظمين المنهج اللي هم ماشيين عليه، بينزلوا فيديوهين 3-4 وبعد كده بيغيروا المحتوى بتاعهم لمحتوى تاني. اللي هيخليك تفهم انت عايز توصل ايه بالظبط هو العلم، انك تتعلم تطور بنفسك، يعني انك تحضر كورسات، تتعلم كورسات، تتعلم ازاي تعمل الفيديوهات بتاعتك وازاي ترفعها على اليوتيوب من اول ما تبدأ بالفكرة. لازم يكون معاك الاجندة دي، لازم تكتب كل فكرة بتيجي في دماغك،
شوف فيديوهات ناس كتير جدا بتقدم محتوى زيك حتى لو محتوى اجنبي، شوف فيديوهات ليهم كتير تعرف بيفكروا ازاي، تعرف كده من قراءة المشاهدات عندهم ومن قراءة التعليقات عندهم تعرف الناس عايزة ايه. قدم للناس اللي انت شايف ان هم محتاجينه، تمام، واللي شايف ان انت مميز فيه. تعرف من تطويرك لنفسك هتعرف انت شاطر في ايه وهتبدأ تشتغل عليه. ما نبقاش احنا بنقلد وعمين نقلد ونشوف فلان بينزل كذا فانا اروح انزل نفس الفيديو اللي هو نزله ونفس الموضوع اللي هو نزله. بصراحة الموضوع ده يعني انا دايما كل قناة اخش ابص عليها بصراحة بكتشف ان هم انا ما عنديش مشكلة ان هم يبقوا مبتدئين، بس انا بزعل اول لما الاقيهم بعد سنة سنتين لسه بنفس المستوى اللي هم بدأوا عليه في الاول، مفيش اي تطوير خالص، مش باين عليهم تطوير ماشيين فيه عليه. لا، لو كل يوم علمت نفسك حاجة جديدة، لو كل يوم خدت معلومة جديدة، هتلاقي نفسك اكيد 100% هتختلف، محتواك هيختلف. انا بجد سعيده جدا على وجودي معاكم النهارده، وشكرا على حسن استماعكم لي. بالبدايه تحيه كبيره لقناه العلم والتكنولوجيا وعلى راسها المهندس مهني سليمان على هاي الاستضافه الرائعه، وتحيه كبيره لجميع المشاهدين والاصدقاء اللي بيشاهدوا هذا الفيديو. بالبدايه خليني اعرفكم عن حالي، انا ابو ماهر من قناه ابو ماهر تيوب، قناه متخصصه لعشاق التقنيه والحيل السريه داخل الهواتف والسوشيال ميديا، واخيرا طرق للربح من الانترنت. من اهم اسباب النجاح على اليوتيوب هو الاستغلال الامثل والصحيح لمنصات السوشيال ميديا، سواء تيك توك، فيسبوك، انستغرام، كواي او اي منصة تانية بما يفيد محتوى قناتك. اليوتيوب يعتبر من اصعب المنصات للنجاح عليها، وانت في بداية قناتك ما راح تشوف تفاعل ولا تشوف مشتركين ولا مشاهدات، وبالتالي راح تمل وتبطل محتوى على اليوتيوب. ولكن اذا توسعت للمنصات التانية مثل التيك توك او اي منصة تانية راح تجيب الناس من المنصات التانية لحتى تنتقل على اليوتيوب، وبالتالي راح يساعدك هذا الشيء على بناء قناتك والنجاح على منصة اليوتيوب. هون بخصص تطبيق التيك توك ليعتبر من أفضل التطبيقات لحتى تخلي المشاهدين ينتقلوا من التيك توك إلى اليوتيوب. فاهتم بأوائل الفيديوهات اللي بتنزلهم على التيك توك، لأنه واحد من هذول الفيديوهات قادر لحتى يجيب لك 4000 ساعة و1000 مشترك وأكثر، ويحقق لك الساعات على قناتك على اليوتيوب. فزي ما أنتم شايفين هنا على الشاشة إثبات عملي، سابع فيديو جاب ما يقارب 2.5 مليون مشاهدة. 2.5 مليون مشاهدة كانوا قادرين لحتى يجيبوا لي ما يقارب 5000 مشترك وأكثر من 6000 ساعة فقط من خلال التيك توك. فأنت حاول تحط جزء من الفيديو على التيك توك وتشوق الناس لحتى تنتقل، مثل ما صار معي أنا وصار مع أغلب الناس، حتى تنتقل من منصة تيك توك إلى اليوتيوب، وبالتالي إن شاء الله تساعدك على تفعيل قناتك. وأخيرا بشكركم على حسن المتابعة، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب، وشكر خاص للبشمهندس مهني سليمان صاحب ومؤسس قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب لاستضافتي وسط كوكبة من اليوتيوبرز في الوطن العربي أصحاب المحتوى الراقي والمحترم. نصيحتي لكل القنوات المبتدئة وخاصة قنوات الطبخ والأكلات، لازم تراعي ربنا سبحانه وتعالى في المحتوى اللي بتقدميه، وان المحتوى يرضي الله ورسوله، والابتعاد عن اي تنازلات تكون بغرض زيادة المشاهدات والارباح، وتذكري دايما والباقيات الصالحات. ما تستنظريش ابدا ان حد هيساعدك ولا حد هيعمل لك حاجة في قناتك، محدش هيوقف قناتك الا محتواك وشغلك على نفسك وتطوير ذاتك. نصيحة مهمة جدا يا شباب اثناء مراجعة وتقييم القنوات، وهي البث المباشر اللي ما يدعى بحفلات الدعم، انا بسميها حفلات الدعم الكاذبة، اللي بتوزع هدايا وتعمل تبادل اشتراكات وتعمل تبادل مشاهدات وتوزع هدايا لا تغني ولا تسمن من جوع، لان ده كله شغل مخالف لارشادات وسياسات المنتدى، ومن خلاله ممكن قناتك في لحظة واحدة تتقفل وبدون سابق انذار وانت ما تعرفيش، ويبقى كده انت الخاسر الوحيد وكل شغلك وتعبك راح هدر. الحاجة اللي بعد كده واحب انوه عنها الابتعاد كل البعد من عن مقارنة قناتك بقناة كبيرة منافسة، لان انت في الحالة دي هتصابي بحالة من اليأس والاحباط، ويخلي عندك لا مبالاة وما تقدريش تكملي ولا توصلي لحلمك ولا توصل لهدفك. انت ما تعرفيش القنوات الكبيره دي تعبت قد ايه وصورت فيديوهات قد ايه علشان توصل للنور وتوصل لعدد المشاهدين وعدد المشتركين
اللي انت شايفاهم دلوقتي على قناتهم، لان انت ما شفتهمش الا بعد ما ظهروا على اليوتيوب. هو يقعد فكري ان النجاح على اليوتيوب من يوم وليله، من فيديو او اتنين او تلاتة او اربعة. اليوتيوب منصة صبر، لازم تصبري وتتخذي سياسة النفس الطويل وتبتعدي عن كل ما هو مخالف لارشادات وسياسات المنتدى من تبادل مشاهدات وتبادل اشتراكات واخذ هدايا لا تغني ولا تسمن من جوع. واخيرا لازم يكون المحتوى بتاعك حصري 100% ومميز عن باقي القنوات المميزة. ده اللي هيميزك عن غيرك، ده اللي هيديك الطابع خاص بيكي وقناتك تتشاف على اليوتيوب. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لقناة العلم والتكنولوجيا على إتاحة هذه الفرصة الجميلة عشان أقول لكم لولا ان انا بحب المحتوى ما كنت ابدا ممكن استمر. ولذلك لا يمكن انك تقدم محتوى انت ما بتحبوش، ولا يمكن انك تمارس اصلا اي ممارسة الا اذا كنت انت بتحب المحتوى اللي انت بتقدمه. يبقى لازم نحب المحتوى اللي احنا بنقدمه عشان نقدر ان احنا ندي فيه ونبدع فيه. نشكر قناة العلم والتكنولوجيا على اتاحة هذه الفرصة. طبعا محتوى بتحبه بتبدع فيه حلال قانوني وبتطور نفسك دايما في المحتوى اللي انت بتقدمه. بس شكرا لقناة العلم والتكنولوجيا. تحياتي لكل اللي شاركوا معنا في هذا الفيديو وتقديم النصايح القيمة المفيدة لكل القنوات، وتحياتي لكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا، وتحياتي لكل اللي بيشاهدوا الفيديوهات التعليمية للنهاية. أتمنى لكم التوفيق والسعادة، وأتمنى إن شاء الله إن النصايح دي تكون مفيدة لكم. ونوه عن كل اللي شاركوا معنا في هذا الفيديو منشئي المحتوى المحترمين عندنا فعلا في الوطن العربي، منشئي محتوى محترمين ومثقفين ومتعلمين، فبشكرهم. وكل القنوات دي موجود منشن ليهم في وصف هذا الفيديو، إشارة في وصف هذا الفيديو. تابع أي قناة أنت تحبها، تابع كل القنوات، تابع أكثر من قناة، تابع قناة 2 3 زي ما أنت عايز. شوف أنت بترتاح في الشرح لمين، كل واحد من الإخوة دول كل واحد له طريقة في الشرح وتستفيد منه وتاخد منه معلومة. وكل واحد ياريت من اللي شاهدوا الفيديو للنهاية اكتب لي كده في تعليقات هذا الفيديو إيه النصيحة اللي أنت شايفها أكثر نصيحة مهمة ومؤثرة بالنسبة لك من وجهة نظرك أنت. تحياتي لكم، أتمنى لكم التوفيق والنجاح على منصة اليوتيوب. مع السلامة.